إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، نكمل موضوعنا عن الكوستس، والنهاردة هنتكلم عن الأفريج كوستس كيرف. عندنا عايزين نشوف النهارده بقى سلوك هذه منحنيات التكاليف. تعرفنا على التكاليف وكيفيه سلوكها كتوتال، تعال نشوف الايه المتوسطات هذه التكاليف اللي احنا درسناها. فبيقول لي افريج كوست كيرف بيهيفير، سلوك منحنيات التكاليف المتوسطه، ذا توتال كوست اور افريج توتال كوست اللي هي الاي تي سي، which represents the share of one unit produced from total cost، يعني نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الكلية، or is what the project incurs for the production of one unit of the commodity، أو هي ما تتحمله المنشأة أو المشروع من تكاليف الانتاج لإنتاج الوحدة من السلعة، ما تتحمله المنشأة من تكاليف لإنتاج الوحدة الواحدة من السلعة. طبعا حسابات طريقة الحساب بيقول لي total، بيقول لي is equal total cost divided into the amount of production or equal average fixed costs بلس افريج فاريبل كوست. احنا عندنا طبعا قلنا التوتال كوست كانت بتساوي الفيكسد كوست زائد الفاريبل كوست، وبالتالي الافريج فيكسد كوست، الافريج كوست هتساوي الافريج فيكسد كوست بلس الافريج فاريبل كوست. هنا هون الاي تي سي هتساوي التي سي ديفايدد انتو كيو، كيو اللي هي الكوانتيتي او السايز اوف برودكشن، equals الفاكتور اللي هي الفيكسد كوست ديفايدد كيو كوانتيتي بلس الفاريبل كوست ديفايدد انتو كوانتيتي. طيب احنا عارفين الفيكسد كوست ديفايدد كوانتيتي بتدينا الافريج فيكسد كوست، والفاريبل كوست ديفايدد ذا كوانتيتي equals ذا افريج فاريبل كوست. اذا الافريج توتال كوست equals الافريج فيكسد بلس الافريج فاريبل كوست. الافريج فيكسد كوست اللي هي الاي في سي اللي هي which is the unit share of total fixed cost produced. نفس الكلام، احنا كنا بنحسب التكاليف الكلية بنساوي نصيب الوحدة من التكاليف الكلية، فالتكاليف المتوسطة نفس الكلام هي نصيب الوحدة من التكاليف الكلية الثابتة. نصيب التكاليف المتوسطة الثابتة هي بتمثل نصيب الوحدة في التكاليف المتوسطة الثابتة. يعني الـ AFC الـ AFC equals total fixed cost إجمالي التكاليف الثابتة مقسومة على الـ volume of output أو الـ size of output اللي هو حجم الناتج. نقسم التكاليف الثابتة على حجم الناتج يدينا نصيب الوحدة من هذه التكاليف، ونسميها الـ average fixed cost اللي هي بتساوي ال اف سي ديفايدد انتو كوانتيتي. الافريج فاريبل كوستس نفس الكلام، الاي في سي ويتش ريبريزنت ذا شير اوف ذا يونت برودوسينج اوف افريبل توتال كوست. هنا هنقسم بقى التكاليف الكليه المتغيره على عدد الوحدات المنتجه يديني نصيب الوحده، فهنا بتساوي الفاريبل كوستس، الفاريبل توتال كوستس divided into the size of the output or the AVC equal LVCQ. دي كلها طريقة حساب الـ average cost. كل ده خلاص كلام بسيط وعارفينه، لكن هنا الجديد عندنا بقى اللي هو marginal cost. marginal cost او MC اللي هي التكلفة الحدية او التكلفة الإضافية، تكلفة الوحدة الزيادة من الناتج. بيقول لي means the cost of the last unit or the amount of change in the total costs resulting from the changing in the variable
in the value of the production by 1 unit. المارجنال كوست هي التكاليف، تكلفة الوحدة الأخيرة اللاست يونت، آخر وحدة أنتجتها بتكلفني تكاليف معينة، هذه التكاليف تسمى تكلفة المارجنال كوست أو التكلفة الحدية. or the amount of change in the total costs. الـ change in total cost، التغير في التكاليف الكلية، resulting from a change in the volume of production by 1 unit. الناتج من تغير الناتج الكلي بوحدة واحدة. إذا الناتج اتغير بوحدة، التكاليف الكلية هتتغير، مقدار التغير في التكاليف الكلية ده بنسميه التكلفة الحدية، بنسميه التكلفة الحدية أو المارجنال كوست. المارجنال كوست رمزناها بالرمز الـ MC تساوي الـ change in total cost على divided into change in total product. الـ change in total product اللي هو الـ change دلتا كيو، والـ change in total cost اللي هو دلتا تي سي، و change أو دلتا تي سي على divided into دلتا كيو. الـ change or delta اللي هو تي سي تو تي سو اللي هي التكلفة بتاعة الوحدة، التكلفة رقم 2 ناقص التكلفة السابقة أو التكلفة اللاحقة ناقص التكلفة السابقة على الكمية التانية ناقص الكمية الأولى، على الكمية التانية ناقص الكمية الأولى. اللي تشينج على divided change in quantity يعطيني المارجنال كوست. بيقول لي باي تريسنج ذا مارجنال كوست بيهيفير، نفس السلوك هنا، منحنيات هنا بملاحظة أو تكاليف أو سلوك منحنى التكلفة الكلية الحدية. بيقول it is noted that the marginal costs اللي هي الـ MC are decreasing. لو لاحظنا بقى هنلاقي إن هذا منحنى التكاليف هذا بياخد دايما شكل إنه في البداية decreasing، يتناقص at the first levels of the total product، بيتناقص عند مستويات الإنتاج الأولى في بداية الإنتاج، إنه منحنى التكاليف بياخد شكل التناقص أو الانخفاض. and then increase، ثم increase increases after the low after the low of diminishing returns being to take effect. بيقول لي وبعد ذلك وسبب تأثير الديمينشنج ريتيرنس، اللو اوف ديمينشنج ريتيرنس اللي هو قانون تناقص الغلة، بيحصل انه تاخد سلوك منحنى التكاليف سلوك مغاير، ان هو يبدأ بعد ذلك في التزايد، يبدأ بعد ذلك. يبقى اذا المنحنى بيزيد بينقص في البداية ثم يزيد بعد ذلك. السبب الزيادة هو ما يسمى باللو اوف ديمينشنج ريتيرنس او قانون تناقص الغلة. اول ما يحدث تأثير قانون تناقص الغلة بياخد منحنى التكاليف الاتجاه العكسي اللي هو الزيادة. هنا الـ behavior of average cost curve، تعالى بقى نشوف سلوك هذه المنحنيات اهون. ادي الـ average fixed cost، وادي اللي هو البلو، وادي الريد اللي هو الافريج فاريبل كوست، وهنا الجرين اللي هو لاين اللي هو الجرين كيرف اللي هو الافريج توتال كوست، وهذا اللي هو العامل زي الساين ترو، هذا اللي هو المارجينال كوست. هنا هنلاقي كل المنحنيات التكاليف بتاخد شكل انخفاض ثم تصل لأدنى نقطة ثم ترتفع، تنخفض وتصل لأدنى نقطة وترتفع، المارجنال كوست تنخفض أدنى نقطة وترتفع، لكن الوحيدة الأفريج فيكسد كوست بتنخفض لكن لا ترتفع ثانية. يعني منحنى التكاليف المتوسطة الثابتة هو اللي بينخفض ولا يرتفع أبدا. إذا كل التكاليف بتنخفض ثم ترتفع بعد ذلك، لكن الـ average fixed cost بتنخفض ولا ترتفع ثانية. تعال نشوف الكلام ده، بيقول لي the average fixed cost curve، بيقول لي الـ AFC is gradually decreasing as the total output volume increase. يبقى مع زيادة الناتج التكاليف بتنقص، but doesn't reach zero، مهما تنخفض لكنها عمرها ما تصل إلى الصفر. الـ average variable cost curve بيقول لي it takes the form of a letter U، بتاخد شكل حرف اليو،
و ويتش باس باس ثرو زير فيزز از ات انيشيالي ديكريزز، في البدايه طبعا بتنخفض، ويز انكريزنج ذا توتال فاليوم اوف اوت بوت، ذن ات ريتشت ريتش اتس لوست فاليو اند ستابلايزز. يبقى بتنخفض مع زيادة الناتج لكنها بتصل إلى أقل قيمة لها أو أقل مستوى، ثم تثبت and stabilizes and then begins to increase after that، ثم بعد ذلك بترتفع تدريجيا. يبقى أي تكاليف بتنخفض تصل أدنى قيمة، تثبت شوية ثم ترتفع بعد ذلك. هذا اللي هو الكيرف بتاع الـ average variable cost، منحنى التكاليف المتوسطة المتغيرة، منحنى التكاليف المتوسطة المتغيرة. وده هنشوفه هو أدا الـ average variable cost، أهو أدا ينخفض تدريجيا ثم يصل إلى الـ lowest عند الـ quantity 6، ويحصل نوع من الثبات النسبي، ثم يحصل له increasing بعد ذلك. Will these stages correspond to the stages of the average product curve؟ لو تلاحظ بيقول لي ان نفس ان المنحنى ده بياخد نفس المراحل اللي خدها منحنى الناتج المتوسط اللي احنا خدناه في المحاضره اللي قبل السابقه. بيقول لي where the average product increases until it reaches its maximum، يبقى its maximum value. يبقى كان بينخفض هنا، ذهب ينخفض يصل لأدنى قيمة، لكن الثاني كان يرتفع ثم يصل إلى أعلى قيمة ثم يبدأ ينخفض. هنا العكس، هنا بياخد نفس المراحل لكنه طبعا اتجاه التكاليف بيكون عكس اتجاه الناتج، ده بيزيد ده بينقص والعكس صحيح. بقول until it reaches its maximum value then it supplies، ثم يثبت and then decreases، ثم ينخفض بعد ذلك. يبقى دايما عندنا سلوك منحنيات التكاليف نفسها هي عكس سلوك منحنيات الناتج، عكس سلوك الناتج، وناخد نفس المراحل، نفس المراحل، التزايد، مرحلة التزايد، مرحلة الثبات، مرحلة الايه؟ الانخفاض. The total average cost curve اللي هي الاي تي سي بيقول لي تاكس ذا فورم برضه ذا اوف ا ليتر U and it's similar to the behavior of average variable costs curve. هنا ال انتهينا من التوتال كوست بقى اللي هي ذا سام اوف افريج فيكس كوست اند الافريج فاريبل كوست. بيقول لي ايضا بتاخد شكل حرف اليو ولها نفس الشكل بتاع في السلوك، سلوك بتاخد نفس سلوك الافريج فاريبل كوست كيرف، بياخد نفس سلوك منحنى التكاليف المتغيره، بات ديفرز فروم ات انتو كاركترستكس، بتختلف معاها في حاجتين. هنا ده نفس المنحنى اهو، نفس المنحنى اهو، نفس الشكل تقريبا، نفس السلوك، لكنه بيقول لي فيه فرق في نقطتين. الفرق ده بيقول لي اول حاجه ان التوتال افريج كوستس ار هاير ذان الفاريبل افريج كوستس فور اتش برودكشن فاليوم، عند اي مستوى من مستويات الناتج الاقي ان الافريج توتال كوست اعلى من الافريج فاريبل كوست. هنا ده اعلى من ده، والفرق بين ده وده اللي هو الايه؟ الفاريبل كوست، يعني ال قصدي الفيكسد كوست، الافريج فيكسد كوست. لو جينا نشوف هنا كده هلاقي المسافه دي كده، المسافه الرأسيه دي اللي هي الفرق ما بين، يعني عندي الافريج توتال كوست ايكوالز الافريج فاريبل كوست زائد بلس الافريج فيكسد كوست. اذا ذا ديفرنس بتوين الافريج توتال كوست اند الافريج فاريبل كوست ايكوالز الافريج فيكسد كوست. ذيس ديفرنس اللي هو الفيرتيكال ستريت لاين، هذا
this distance is equal الافريج فيكسد كوست. يبقى اذا انا مش لازم اقسم المنحنى ده، انما انا ممكن ايه اعرف الافريج فيكسد كوست من خلال الفرق ما بين المنحنيات دول. يبقى دايما عند اي مستوى ناتج، هنا عند الخمسه الاقي اهو عند الخمسه الافريج توتال كوست مور ذان الافريج فاريبل كوست، مور ذان ايه؟ مور ذان ذا باي اللي هو الافريج فيكسد كوست. الافريج فيكسد كوست اللي هي على سبيل المثال مثلا كانت 300، يبقى عندي ده كل المسافة دي اسمها الافريج فيكسد كوست. النقطة الثانية اللي هي the lowest total average costs are achieved at a higher level of production than the levels at which variable average costs reach their lowest value. هنا بيقول لي ان الـ ان الـ ان الـ ان الافريج فاريبل كوست بتصل لللوست بوينت ات هاير اوف هاير ليفل اوف برودكشن، اهو هتوصل هنا عند المينيمم عند الكوانتيتي اوف 11. هنا طبعا اكبر من النقطه اللي بتصل ليها ادنى مستوى ليها الافريج فاريبل كوست اللوست بتاعتها ات 6 6 اوف اوت بوت. هنا 6 يونت، هنا الافريج فاريبل كوست بتصل الى اللوست عند 6 يونت، هنا الافريج توتال كوست بتصل ايه اللوست at 11 units of quantity. هنا ده اللي عايز يقوله لي ان الفرق ان هنا بتصل الى ادنى مستوى ليها عند مستوى من الناتج اعلى من النقطه او اعلى من المستوى اللي بيصل عنده الافريج فاريبل كوست التكلفه ادنى مستوى لها ادنى مستوى لها. يبقى هنا اللوست توتال افريج كوست ار اشيفد بتحقق ات هاير ليفل عند مستوى من الناتج هاير ذان ذا ليفلز ات ويتش من المستوى نفسه اللي الافريج فاريبل كوست ريتش زير لوست فاليو اللي المستوى بتصل عنده المستوى الحد الادنى الذي تصل له التكلفه المتغيره عنده. اخر حاجه اللي هو المارجينال كوست فير كيرف منحنى تكلفه الحديه، وهنا منحنى التكلفه الحديه ماله بيقول لي تكس ذا فورم اوف ذا ساين ترو، بياخد نفس اشاره واخد زي علامه الصح، واخد شكل علامه زي العلامه الصح اهو شويه اهو واخد زي علامه الصح، لكن نفس السلوك هو اللي هو ينخفض تدريجيا يصل لادنى قيمه ثم ايه يرتفع. وير بيقول لي وير ذا كيرف سلوبز فروم توب تو ذا بوتون، بيبدا يتجه من اعلى الى اسفل اند ذا ناحيه اند تو ذا رايت وناحيه اليمين انتل ات ريتشز اتس لوست فاليو يصل الى اقل قيمه اند ذن موفز فروم بوتوم توب رايت، وايضا يبدا بعد ذلك يرتفع تدريجيا من الاسفل الى اعلى ناحيه اليمين. ذات از it decreases in the first بينخفض في البداية first stage في المراحل الأولى of production and then reaches its minimum ويصل إلى أدنى مستوى له then begins to increase significantly in the subsequent stage of production ثم ينخفض بعد ذلك ثم يبدأ بعد ذلك في الارتفاع بشكل ملحوظ في مراحل الإنتاج التالية لذلك لمراحل الإنتاج التالية لذلك. بيقول لي it is noted that the marginal cost curve ال MBC بيقول لي after reaching its lowest value بعد ما تصل لأدنى قيمة لها بيقول لي tends to rise بتتجه للارتفاع until it costs the curve average variable cost curve at its lowest. it بيقول لي until it cuts بتقطع الافريج variable cost curve at the lowest point يبقى بتستمر في الارتفاع وتقطع المنحنى التكلفة كل المنحنيات تقطع منحنى التكلفة اللي هو الافريج فاريبل كوست ات لوست
بوينت، وايضا تستمر في الارتفاع الى ان تعمل كاتس للوست بوينت للافريج توتال كوست. يبقى هنا يبقى بتستمر في ال بيقول لي it costs it cuts the average variable cost curve at its lowest point then continue to rise until it cuts the total average cost curve ال ATC at its lowest point. يبقى برضه بتستمر في الارتفاع وتقطع التكلفة المتوسطة الكلية عند أقل قيمة لها. But at a level output higher than the output level corresponding to its intersection point with the AVC curve. يبقى قول لي ان كل ده بتقطعها عند ادنى قيمة لها، لكن هنا هو عند مستوى ناتج اكبر من مستوى الناتج اللي بتقطع عنده اقل قيمة للتكلفة المتوسطة المتغيرة. يبقى هنا بتقطعها عند مستوى ناتج 11، هنا بتقطعها عند مستوى ناتج 6، 11 طبعا اكتر من الستة. يبقى بتقطع دي عند اقل نقطه ليها، وبتقطع نفس المنحنى دي المنحنى التكاليف المتوسطه المتغيره عند اقل نقطه ليها، لكن الفرق ان هنا بيكون عند مستوى انتاج اكبر من مستوى الانتاج اللي هذا. بيقول لي السبب ده بيرجع بيقول لي ديو تو ذا فيكسد افريج كوست. السبب ده بيرجع للتكاليف المتوسطه الثابته. السبب اللي هذا انه ان في طبعا في هنا الفرق بين الافريج توتال كوست والافريج فاريبل كوست اللي هو الفيكسد كوست اللي هو الافريج فيكسد كوست. هذا الافريج فيكسد كوست ده على طول اهو احنا شايفين ان هو بيتناقص تدريجيا التكلفه الحديه. بيقول لي بسبب ان تناقص التكلفه دي هو ده اللي بيخليها ان تقطع هنا عند مستوى بعد ده، لان طبعا التكاليف دي اكبر من التكاليف دي. ما هو مقدار الزيادة؟ التكاليف الزيادة هي التكاليف الثابتة، عشان كده مش ممكن توصل لها الى ادنى قيمة لها الا بعد مستوى اكبر من الناتج، بعكس اللي بيحصل عند الافريج فاريبل كوست بتقصر توصل الى ادنى قيمة لها لكن عند مستوى اقل من الناتج. اخر حاجه في محاضرتنا بيقول ذا ريليشن شيب بتوين المارجنال كوست اند الافريج كوست. تعال نشوف التكلفه الحديه وعلاقتها بالتكاليف الاخرى. بيقول ذا فولوينج ريليشن شيب ذا فولوينج ذا ريليشن شيب ارز نوتد فروم ذا بريفيوس فيجر. ملاحظناها من الشكل اللي فات، في يعني علاقه، هذه العلاقه بنلاحظها من خلال الرسم اللي سابق. when the marginal cost is lower than ATC and AVC بيقول لي both ATC and AVC decreases as production increases. تعال نشوف كده اهو، هذا عندي هنا المارجنال كوست. المارجنال كوست مالها؟ lower than، lower than يعني تحت اهي الافريج ايه variable cost، ولور ذان الافريج توتال كوست. يبقى من اول هنا الجزء اللي ده اللي هو اللي تحت، طالما اقل من الاحمر والاخضر ده، طول ما هي تحت، طول ما هي تحت كده يبقى الافريج فاريبل كوست اعلى من بتنقص. طيب هنا برضو المسافه دي كلها الافريج فاريبل المارجنال كوست اهي كلها اقل من الافريج توتال كوست، يعني تحت المنحنى. طول ما هي تحت كده معناها ان الافريج فاريبل افريج توتال كوست مالها ديكريزنج ديكريزنج. يبقى هنا الافريج فاريبل كوست ديكريزنج طول ما الافريج المارجنال كوست لور ذان الافريج توتال كوست. نفس الكلام ان الافريج توتال كوست ديكريزنج وين ان المارجنال كوست مالها از لور ذان الافريج توتال كوست. طيب بعد كده العكس، الاقي اول ما تبقى فوق وتزيد عنها when the marginal cost is greater than the ATC ايه اللي يحصل؟ ال and ال AVC اي واحده فيهم بيقول لي both ATC and ال AVC increases as production increases، بيزيدوا مع زياده الناتج. يبقى هنا الاقي هنا ان المارجنال كوست اهو، هذا المارجنال كوست في المسافه دي اعلى من الافريج كوست اهو، الافريج فاريبل كوست. طول ما هي اعلى يبقى دي بتزيد. طيب هنا طول ما دي اعلى من دي الافريج توتال كوست يبقى الافريج توتال كوست بتزيد.
يبقى دي الخاصية ايه التانية، كل ما المارجنال كوست اكبر من اي واحدة فيهم يبقى هذه التكاليف او هذا النوع من التكاليف في تزايد، اذا كانت اقل منهم بيكونوا في حالة تناقص. طبعا عند الانترسكشن عند نقطة التقاطع يبقى في ايكوال، يبقى في تساوي ما بين المارجنال كوست ايكوالز الافريج توتال كوست عند انترسكشن بوينت، وايضا ايكوال الافريج توتال كوست عند الانترسكشن بوينت اللي هي مين، عند المينيمم المينيمم بوينت، يبقى بتقطعهم او بتساويهم عند ادنى مستوى لهذه القيم. وين الام سي از ايكوال تو الاي في سي والاي اي في سي والاي تي سي، نظرة ال A is at its lowest value، بتقطعهم أو بتساويهم عند أقل قيمة لهم، عند أقل قيمة لهم. بكده نكون خدنا سلوك منحنيات التكاليف، وكده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعتنا، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.